السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعينا ومشاهدينا الكرام، معكم المهندس ياسين. طبعا نتكلم عن موضوع هام جدا جدا، واللي هو عملية أو ظاهرة تجميع الوحدات الخارجية على سطح الفيلا. نتكلم طبعا احنا كلها فيلا سكنية مثل ما شايفين الآن. طبعا اللي عم بصير انه مخططات عم توصلنا من المكتب الاستشاري، بيكون مثلا على سبيل المثال راسم او مجمع هيك تجميع انه الوحدات الخارجية مثلا تكون هون، او جزء منها مثلا يكون هون مثلا في هذه الزاوية، وجزء اخر على سبيل المثال يكون في هذه الزاوية على الرسم. طبعا هذا الامر ما بعرف احنا ما بيكون مطلوب من ملاك المشاريع، عادة يكون يعني موصف من قبل الاستشاري لاي سبب انا ما بعرف حقيقة. ولكن الشيء المهم اللي احنا بدنا نتكلم فيه انه موضوع التجميع هو موضوع خاطئ بكل المقاييس، بغض النظر اذا كان المالك طالبه او الاستشاري موصفه، مهما كان السبب اللي بيؤدي الى تجميع الوحدات الخارجيه في مكان معين، هذا الامر يعتبر عمل فني خاطئ بيأثر بشكل سلبي على كل منظومه التكييف اللي موجوده معنا. طبعا احنا بنحاول من خلال دراسه المخططات اللي بتكون موجوده عندنا واللي توصلنا احنا كمقاول تكييف، ندرسها في حال تم طلب على سبيل المثال تفريغ مساحه معينه من سطح الفيلا، او طبعا وضع الوحدات الخارجيه على اطراف البرابت. بنحاول انه طبعا نقوم بعمليه تنسيق اللي هي السليفات اللي بنقوم بتركيبها، بحيث انه هي طبعا يتم تركيب الوحدات الخارجيه بهذا الشكل اللي انتم شايفينه عندنا هون، بحيث انها تكون على الاطراف، ولكن بدون ما نقوم احنا بدفن بايبات الغاز او اخفائها، وعلى اساس انه في حال لا سمح الله صار عندي اي مشكله اقوم بعمليه سحب البايب. ودائما احنا بنأكد على عمليه تركيب السليفات اللي شايفينها امامكم. هاي السليفات انا حاليا البايب عندي ظاهر تماما، ما في عندي اي عمليات دفن تحت طبعا العزل او تحت البلاط. اما اذا انت بدك تجمع المكيفات في هذا المكان على سبيل المثال، هاي المكيفات كيف راح تنقلها باتجاه طبعا هذا المكان؟ راح تطول بايبات الغاز بشكل كبير، في حال يعني باحسن الاحوال راح تقوم بتمرير بايبات الغاز مع البرابت، ومعظم الناس عم بيقوموا بعمليه دفن هذه البايبات. هذا الامر يؤدي الى مشاكل كبيره في بايبات الغاز، وطبعا لما يصير عندك اي مشكله والمشاكل ممكن تصير في اي وقت ما راح تقدر تحلها، بينما لا سمح الله صار في عندي اي مشكله في هذا البايب، انا هون بقدر بكل بساطه اسحب البايب واعمل له معالجه او انزل بايب جديد بكل سهوله. لذلك احنا بالنسبه لنا بنقدر ندرس المخطط بحيث نلبي رغبة طبعا المالك بتفريغ مثلا السطح بشكل معين، ولكن بدون ما نستغني عن موضوع السليفات. لازم يكون بايب الغاز محمي تماما ونازل مثل ما شايفين ضمن سليف. هذا السليف اللي هو البايب البلاستيكي، بايب الغاز نازل بشكل مستقل باتجاه الاندور يونت ومحمي تماما وظاهر عندي وغير مدفون تحت الارض. لذلك احنا يعني الاماكن اللي بنضطر فيها لهذا العمل، اسفين، هذا العمل احنا حتى لو احنا قمنا فيه احنا بنعتبره عمل خاطئ. لذلك انا بنصح الجميع سواء مكاتب استشاريه او ملاك مشاريع انه فنيا هذا الامر خاطئ تماما، يجب ان تكون بايبات الغاز طبعا يعني ظاهرة وما يتم دفنها، لا سواء يعني عند الوحدة الخارجية ولا عند الوحدة الداخلية. دائما يفضل دراسة المخططات وتركيب سليفات وتنزيل باب الغاز، ومن بعدها طبعا بتتم عمليات العزل اللازمة حسب ما انتم شايفين بالطريقة اللي احنا شغالين فيها. هذا الامر ضروري ضروري جدا نبتعد عن عملية طبعا التجميع. لازم المكيفات تكون طبعا تهويتها جيدة وما يكون في عندي اي دفن لبايبات الغاز لا على السطح ولا ضمن الجدران. يعطيكم العافية.